تحية طيبة مشاهدي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي خيمة وقصيد. قررت إدارة القناة المحترمة وإدارة برنامج خيمة وقصيد بأن توصل لكل أماكن عراقنا الحبيب اللي يتواجد فيها الإبداع من الثقافة والأدب والفنون، فعلى هذا الأساس راح تكون لنا جولات خاصة انطلاقا من هذا الأسبوع ومن هذه الحلقة والأمسية المباركة في عموم محافظاتنا العراقية للوصول إلى الطاقات الشبابية والإبداع المتواصل لأبناء شبابنا العراقي الواعي والمثقف. فعلى هذا الأساس انطل عليكم بهذه الأمسية الجميلة والمباركة وبهذا اللوكيشن المهيئ من محافظتنا العزيزة، محافظة التآخي، محافظة الألفة والحب، محافظة كركوك وهلها الكرام. بداية يسرني أن أعرفكم بضيوف هذه الأمسية، كل من الشاعر حارث الياسر أبو وطن، شاعر غني عن التعريف وإلى كتابات مميزة، وأيضا يرافق شاعرنا أبو وطن كل من الشاعر مروان الشاهري. إن شاء الله من خلال ضيوف هذه الحلقة وهذه الأمسية إن شاء الله راح نستمع ونستمتع إلى أبيات القصيد من محافظتنا محافظة كركوك. يسرني بهذه اللحظات أن نسمع كلمة ترحيبية بداية من الشاعر حارث الياسر أبو وطن. حياك الله شاعرنا العزيز ويا مرحبا بيك. حياك الله حبيبي أستاذ محمود. حيا الله أبو وطن. سهلا بيك من أهلك لأهلك. والله ونعم. شرفتنا ونورتنا ونورت كركوك. حياك الله ويا مليون هلا. ونعم ما قصرت يا طيب. حياكم الله. الله يسلمك يا كل الهلا. حياك الله يحفظك يا مرحبا. احنا نشكرك تعبناك ويانا حقيقه. لا شكر على واجب بالعكس. جهود كبيره جدا خلف الكواليس. الله يحفظك ومو غريبه عليك يا ابو وطن. واجب 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 واجب. الله يحفظكم وحياكم الله ويا هلا بكم يا كل الهلا. بارك الله الله بيك. يحفظكم. نحاول المايك ونرحب باخونا الشاعر مروان الشاهري وحياك الله بخيمه وقصيد. على راسي حي الله نباك. حي الله الشاهري ويا مرحبا. مدينتك الثانيه كركوك الحبيبه. والنعم منك. غطى وعان فراش. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك. بارك الله بيك. تعيش وتسلم يا مروان. انت هذا اول ظهور لك اعلامي؟ نعم اول ظهور اعلامي. اول ظهور اعلامي. ظهور اعلامي ما شاء الله. بداياتك من اي سنه كانت؟ بداياتي تقريبا 2017. ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله. وانت شاعر مبدع حسب ما قالوا لنا الاخوه، مثل ما اشاد بيك اخونا ابو وطن قال مروان اليوم راح يبدع ان شاء الله، ونستمع ونستمتع احنا والساده المشاهدين بابياتك الجميله ان شاء الله. بارك الله بك. نحول المايك لابو وطن. أبو وطن لفت انتباهي وطن. إيه ابنك وطن. إيه نعم. يتربى بعزك إن شاء الله. سلمك الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله الله يكتبه من الذرية الصالحة. اللهم آمين. نبناء السلامة. بس ودي أسألك شنو سر تسمية ابنك بهال، يعني أنا ما سامع واحد اسمه أبو وطن، هذا أول شخص أقابله حارث الياسر. الله يحفظك. الله يحفظك. فشنو سبب التسمية بوطن تحديدا؟ والله بداية أستاذ محمود الوطن غالي علينا. الله. من محبتنا بالوطن سميت الاعتزاز. أول ولد إلي سميته وطن. ما شاء الله. إيه نعم. ما شاء الله. تعرف الظروف بوطننا تعبانة. إيه والله. الجروح كثيرة. نعم. خسرنا كثير، فإحنا معزة بهذا الوطن، هالقد مغالي علينا سميت أول ولد إلي سميته وطن. ما شاء الله. الله يحفظك. ما شاء الله. والوطن الله يعني للأسف وضعه يوم بعد يوم للأسوأ. والله. فان شاء الله وطن وطننا يحتوي يا رب. ان شاء, إن شاء الله. الله ان شاء الله. الله يحفظ وطننا الغالي. والله يحفظك وطن. الله يحفظك استاذ محمود. وتسلم وتعيش ابو الملقى الطيب. حارث الياسر انت ما شاء الله احنا شايفين لك يعني عبر شاشات التلفاز وعبر مواقع التواصل. نعم. مقاطع فيديوهات بظهورك اعلاميا. نعم. نعرف حارث الياسر، فالبطاقه التعريفيه او الهويه الشخصيه لحارث. الله يحفظك استاذ محمود ما عليك زود. حارث ياسر البياتي. والنعم. ولادي صلاح الدين. اها. طوس خرماتوس ليمان بيك بالتحديد قرية الحفرية. أي. اللي نستعز بها ونفتخر بها. لكن أنا مقيم في كركوك. نعم. حتى بطاقة سكني كركوك، بيتي في كركوك. ما شاء الله. زمن طويل. ما شاء الله. انتمائي الشعري إلى كركوك. نعم. لأنه بديت أكتب الشعر في كركوك، انتميت إلى جمعية الشعراء، بعدين استقالت من الجمعية وإلى آخره، فكانت في كركوك. والنعم. والنعم. ماكو فرق بين صلاح الدين وبين كركوك. لا إن شاء الله الأم والأب. وإحنا نعرف إنه كركوك ما شاء الله. نعم. هي عراق مصغر. شدة ورد. بكل طوائفنا. نعم. ما شاء الله والله يديم. نعم. هذا الألفة والنسيج المجتمعي. أحسنت. بداياتك متى كانت؟ والله اذا نقول البدايات العاديه يعني تقريبا من 2008 2009 الظهور. كلش صغير. الظهور على المسرح كانت في 2012 تقريبا. كان لك دور على المسرح. نعم كنت امثل ومرات اغني مقتطفات. نعم. وأغني شغلات خفيفه. أي. أي. كنت استحق اقرا شعر بصراحه. نعم. او يمكن ما كان عندي الجرأة. بديت. نعم. اقرا على التلفزيون اعتقد بال 2013 او 2014 واستمريت الى يومنا هذا. ما شاء الله. نعم. ان شاء الله مزيد من النجاح. الله يبارك فيك استاذ محمود. والتألق وانت شاعر مبدع. شهاده اعتز بها. نترك لك الجو.
والأجواء هذه ورفقتك ورفقة أخونا مروان. الله يحفظك. وش راح سمعنا من القصيد؟ احنا ذكرنا اهلنا صلاح الدين وبالتحديد عشيرة البيات، فاقرا الى اهلي وعمامي. يستاهلون البيات. الله يبارك اعزازهم. ما عليك زود. اي نعم. فقلت على اهلي قالوا يباتون بالخيل. اي على اهلي قالوا يباتون بالخيل، ولكن مو صحيح القال وهمان. اي والله وهمان. على اهلي قالوا يباتون بالخيل، ولكن مو صحيح القال وهمان. هل الداسه وعلى راس اللي يعيلون، هل نجوم الثريا حيوت شجعان. هل الداسه وعلى راس اللي يعيلون، هل نجوم الثريا حيوت شجعان. هل ولد الحفاره جابت رجال، هل حتى طفلهم بيج سلطان. هل هل ولد الحفاره جابت رجال، هل حتى طفلهم بيج سلطان. هل ما خافوا من الموت يا صاح، يقصون بضربهم ضرب سقمان. هل ما خافوا من الموت يا صاح، يقصون بضربهم ضرب سقمان. على التاريخ ما دوروا فد يوم، لا ما دوروا فد يوم. هل على الدوم أهل للتاريخ عنوان، على التاريخ ما دوروا فد يوم. على الدوم أهل للتاريخ عنوان. هل بيرخ فخر بي استعز حيل، هل الفكر يذمهم حال غلطان. هل بيرخ فخر بي استعز حيل، هل الفكر يذمهم حيل غلطان. هل خلفت على الماخاف من موت، هل خلفت على الماخاف من موت. دل وصدق دل بكرم وإحسان. هل هل خلفت على الماخاف من موت، دل وصدق دل بكرم وإحسان. دل وبالمراجل اسمه تاريخ، دل الداس حد يعيش ندمان. دل وبالمراجل اسمه تاريخ، دل الداس حد يعيش ندمان. وبير احمد الحيد وعم حسين وحسن وياولي وحيود فرسان. وبير احمد الحيد وعم حسين وحسن وياولي حيود فرسان. ورضى عمنا الشريم العزب الضيف، رضى رضى عمنا الشريم العزب الضيف. وخواله للشجاعة آل خنان، رضى عمنا الشريم العزب الضيف. وخواله للكرامة آل خنان. وخزدر لي ومرد لي يفرح وياي، وذا أنظام وحزن هو حزنان. الخزدر لي المرد لي يفرح وياي، وذا أنظام وحزن هو حزنان. والآمر لخونا وبين النزاد، الآمر لي الآمر لخونا وبين النزاد. رغم كل الجرى بس نبقى جيران، رغم كل الجرى بس نبقى جيران. الفر ما تبر من اللحم يوم، الفر ما تبر من اللحم يوم. يا خويانا من اهلنا هيج سمعان، بيات اسم العشيره وافتخر بيه. ساده وعاميه نبقى خوان، بيات اسم العشيره وافتخر بيه. ساده وعاميه ونبقى خوان، ساده وعاميه ونبقى خوان. وسلامتك يا طيب. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. من اهلنا البيات. ما عليك زود يا طيب، وصح الله لسانك. ما حشيت الا الكلمه ما عليك زود الطيبه والحق المريود مثل ما نقول. الله يحفظك. صح الله لسانك تعيش وتسلم. اكيد بهذه المناسبه بعد ان سمعنا لاهلنا البيات بهذه الابيات الجميله، نوجه كل تحايا الحب والاحترام لكل قبائلنا وعشائرنا، سواء العربيه الكرديه التركمانيه المسيحيه الصابئه المنداء وكل طوائف عراقنا الحبيب. بعد ان سمعنا لابو وطن نروح نسمع لابيات القصيد لمروان الشاهري. حياك الله مره ثانيه. الله عليك زود. حيا الله. اي والله يا الشاهر، وش راح تسمعنا؟ تسلم والنعم منك. سمعك نبطي. نبطي ها يا حلاته. يسلمك. اي والله. شو يقول النبطي؟ قصيده بعنوان عبر دنياي. اها. عده عبر بها القصيده. اي نعم. اي. فالقصيده تقول ولاه ولاه من قول تلعب. اي والله. ولاه ولاه من قول تلعب. الدمع بصبه على الوجن جواني. دنيا يدعت جروحي سواريب، وانا عدة عبر وقتي عطاني. حب على كبر ما به عذاريب، حب حب على كبر ما به عذاريب. كني طريح الشوق خلي دعاني، ملك روح بالكيش تعريب. من رمش عينه حط مركاني، بس متحذبت القلب تعذيب. مدري صابني جنون له هواني. وجيوب وجيوب لي صارت مطالب، المال طلب أول ما هو بثاني. وجيوب لي صارت مطالب، المال طلب أول ما هو بثاني. يا أخوي اختار من ربعك مجاذيب. أيوة
الزين يا اخوي اختار من ربعك مجاذيب، الزين يطلق جود من العناني، وياك وياك من ابو الوجهين ترتيب، يمدح بالوجه وبظهري سباني، ولو غربت شمس الشرق تغريب، الردي ما له في قلبي مكاني. وش اللي يشعل القلب تعطيب؟ وش اللي يشعل القلب تعطيب؟ ظلم القرايب بضلوعي كواني، ولا الصقر ما ظنتي خيب، طير له بالعنق كل الأماني. أرجوك أرجوك من قولة شاعري هيب، العمر محسوب ساعات وثواني. الزير الزير يبكي وما رجع كليب، وانا بضام دهري خلي بلاني. نمشي نمشي على الدنيا ولا نعلم الغيب، والعمر مهما طال تراه فاني. الله والعمر الله. مهما طال تراه فاني. سلامتكم سلامتكم. الله الله تعيش وصح لسانك مروان الشاهري. تسلم. ما شاء الله مبدع وعسى عمرك طويل ان شاء الله. كفو وصحة وعافية. ما شاء الله اول ظهور لك اعلاميا نعم. بهذا الابداع اتمنى نعم. لك مزيد من النجاح نعم. والتألق. بارك الله فيك. نعم. نحول نعم. المايك لابو وطن. يا ابو وطن يا ابو وطن سمعنا يحفظك يا غالي البيات. اي نعم والله ونعم عليك زود منهم. اي والله نعم حالك يا طيب. يعني ما شاء الله نحس انه عندك نبره حلوه بالالقاء الكلمات نعم. وبالقاء الابيات الشعريه، ومثل ما سمعنا من اخونا مروان انه لقى الابيات الشعريه النبطيه نعم. فودي اسالك بهذا الخصوص، انت نعم. تكتب النبطي والشعبي صح. ولا بس الشعبي؟ لا لا اكتب النبطي والشعبي واكتب اللهجة الجنوبية البحتة الحسجة، وايضا اكتب البغدادية اللهجة البيضاء، واكتب مالت الديرة الزهيرة والعتابة وضن الالوان. سي في مشرف لك بالمجال. الله يحفظك شهادة اعتز بها. الله. الله يحفظك. طيب الله يحفظك. كشاعر ياه تحس ان الالوان ذني اقرب اليك، كلهن جميلات بس الاقرب المؤثرة بيك. انا بالنسبة لي احب الشيء اللي يوصل للناس. نعم. عادة ما عامة الشعب العراقي يحبون اللهجة البغدادية البيضاء. نعم. اللي هي تكون سهلة وبسيطة. حلو. اللهجة الجنوبية الحسجة تكون بها صعوبة. نعم. يعني يكون بها رمزية قوية، يكون بها مفردات مرات صعب انه تفهمها. صعبة صحيح. كذلك لهجتنا لهجة ديرتنا الغربية مرات يكون عندنا فد مفردات او معاني صعب انه العامة تفتهمها. اي. فاللهجة البيضاء البغدادية مفهومة وسلسة وحلوة، بس نريد نسميها السهل الممتنع. هذا اللي يجمل مجتمعنا العراقي. نعم أكيد. يعني متلون شدة ورد، التعدد بالمفردات. نعم. مثلا عندنا مفردات بالجنوب صح. تختلف عن مفردات بالشمال والوسط والغربية، وهذا شدة ورد. اي والله مثل ما قلت شدة نعم. ورد وانت الصادق. الله يحفظك. فايش راح يسمعنا بهذه اللحظات؟ ذكرنا النبطي. النبطي فنقرا نبطي. اي والله نسمع منك النبطي. حقيقة قصيدة كتبت على موقف معين. اها. صار مثل ما يقولون تجاوز. نعم. فكانت رد على المتجاوزين. أها. فتقول تنشد على علوم الزلم في أرضنا، حنا الرجال لا العدا من ذكر اسمها تهابها. والله وسبح تنهاب. يسلمك. ايه. ويعزك ويخليك. سرسل. تنشد على علوم الزلم في أرضنا، حنا الرجال لا العدا من ذكر اسمها تهابها، ويا النجم تلمع يخي علومنا، وحنا صناديد الحرب يوم نطق طوابها. ما همنا الواشل وش في ظهرنا، دسنا على روس العدا وخلتا تعو كلابها. ما همنا الواشل وش في ظهرنا، دسنا على روس العدا وخلتا تعو كلابها. ما همنا ما همنا الواشل وش في ظهرنا، دسنا على روس العدا وخلتا تعو كلابها. نحذر عدونا لا يلوح اعصارنا، لان الكلاب اللي تعوي نبتر تران رقابها. ولاه من فورة الدم في زلمنا، ندوس روسة تعتدي ونقصها قص ذنابها. احذر يا ولا تلعب بأعصابنا، رماد ندع دياركم ببيوتها وخرابها. احذر يا ولا لا تلعب بأعصابنا، رماد ندع دياركم ببيوتها وخرابها. وافهم يا ولا احنا حمد هو جدنا، جدنا حمد ذك ذايت وفي عليها ترتابها. افهم يا ولا احنا علي هو جدنا، جدنا علي ذك ثايت وفي عاليات ارتابها. نار وشرارة تفور فور رجالنا، يا المعتدي وين الصعايب هذا نطلابها. الله الله. اي والله نار وشرار تفور فور رجالنا، يا المعتدي وين الصعايب هذا نطلابها. نكسر خشوم اللي تعدت حدنا، جو الحذر روس العدا وخشومهم بترابها. الله الله الله. نكسر خشوم اللي تعدت حدنا، جو الحذار وسلعدا وخشومهم بترابها. السيوف ما تحلى إذا مو بيدنا، تشرب دماء المعتدي ومحرومة من قرابها. السيوف ما تحلى إذا مو بيدنا،
تشرب دماء المعتدي ومحرومه من نقرابها بدم عدونا انكتب تاريخنا. عيب علي ناط حشبه هز الام وسلابها؟ لا والله يرهم؟ لا والله ما يرهم. بدم عدونا انكتب تاريخنا. اي عيب علي ناط حشبه هز الام وسلابها، رايه فخر على الراس هذا عقالنا واعدائنا خلت تلبس عبيه نسوا نقابها. رايه فخر على الراس هذا عقالنا واعدائنا خلت تلبس عبيه النسى ونقابها. وقولوا العدان اللي تفكر بغدرنا ما عاشت كلاب التنبت بلحمنا انيابها. خلوا يركضون وينبحون بظهرنا، اردنشدك اللي تعو يلي يزأرون شجابها. لا والله ما يجوب. خلوا يركضون وينبحون بظهرنا، اردنشدك اللي تعو يلي يزأرون شجابها. تنور فاير يلعدو ذي روسنا وجفوفنا شبع الدماء بسيوفها وحرابها. واختم قصيدي عن النبي شفيعنا المرسل الجمع الخلق من بابها المحرابها. صلي على خير الورى يا ربنا وحمينا من شر نفسنا وعذرابها، وحمينا من شر نفسنا وعذرابها. وسلامتكم. الله يا ابو الله يحفظك. الله يحفظك ويعزك. الله يبارك فيك. انت قاعد تلقي هذه الابيات يحفظك، فتخيل القصه. نعم. انه حارث الياسر ايه؟ ما قبل 100 الى 200 الى 300 سنه عندما كانت الامور والمعارك تجرى ما بين قبيله وقبيله بالسيوف. صح. تجيبوا له بوطن تخلوا بنصهم. صح. يلقي هذه قبيله معينه يعزك يروح يبلشون بالاول وبالثاني. شهاده ما شاء الله، شهاده اعتز بها يعني استاذ محمود الغالي. تهز المشاعر في دول قلبك. حماسيه يحفظك. يحفظك ما شاء الله مبدع كالعاده. يسلمك الله. الله بك يحفظك يا طيب. نحول المايك لمروان الشاهري. يا الشاهري سمعتنا النبطي الجميل. يسلمك. الله يسلم اياك على راسي يا عقل الراس. يا بعد عمري ايش راح تسمعنا؟ راح اسمعك قصيده النخوه. النخوه ايه، والنخوه مراده والنعم منك. اي والله مريوده. الى بلدي الثاني. نعم. الحويجه. اي الله. اي والله تحياتنا للحويجه. يسلمك. اعزاز. يسلمك. الحويجه انتخت خل ناخذ الثار. الحويجه انتخت خل ناخذ الثار. مرسال مرسال العبيدي بساع حوجاها. ما نسكت ابد لا على الظلم هيهات. قوة احنا وزمان الراح يطراها. جبر وعبيد كلها تحزمت وتصيح. العين الحويجة الروح نفداها. وقفت كل العشائر وقفت رجال. رايات النصر بالقيم محلاها. ولد ملحة والعين العراق انثور. ولد ملحة والعين العراق انثور. عصابة بدم شهيد العصب اغناها. ولد الوطن حنا ويشهد التاريخ. ولد الوطن حنا ويشهد التاريخ. صنعنا من المجد عز وثراها. لا تستغرب من افعالنا الزينات. من قصة ابراهيم الروح بعناها. هولاك واخذ عبر الزمان الراح. بتاريخ هن اليوم نتباهى. ولا تهتم يا صاحب اذا مسك ضيم. انخه للحويجة سباع تلقاها. رغم كل المحن لازم نرد ردود. توحدنا بفعل من هو يحماها. ويرد الوطن بين الدول مهيوب. ترد تضحك حويجتنا وحلاياها. كان شدت ورد تتباهى بين الناس. ويتناثر عطرها وتارس اسماها. ويتناثر عطرها وتارس اسماها. الله 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 الله. تسلم. صح الله لسانك. صح بدنك. يستاهلونها من الحمد. نعم منك. الله على راسي على راسي. اهل الكرم والعز. اي والله اهل الكرم والعز. الله واعزازكم وشرفكم الطيب. سلمك. سلمتي منك على هذه الكتابات. وصح الله منك. لسانك يا الشاهري. تسلم. نعود لابو وطن. يسلمك يا غالي ويعزك. ابو وطن انت ما شاء الله سمعتنا العمامنا البيات. اي نعم. وسمعتنا قصيده حماسيه. نعم. هز البدن هذه مال معارك. يعزك. شلونك ويا الغزل؟ نسمع غزل. نسمع غزل. يسلمك ويعزك. مو والله معاوزين غزل. يرهم. منا كورونا والله يبعد عنا وعن المسلمين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. ومنا معاناة العراق الكل تنعرفها. نعم. ومنا الضيم والقهر. أيوة صحيح. ومنا امهاتنا الثكالة. نعم. ف كل احزان باحزان. اي والله مقضيها. والله نريد غزل. لازم نراد غزل. اي والله. مو فاحنا شو نقول؟ نحاول المايك يمك بمقربه. الله يحفظك. الله يحفظك ويعزك. شو نقول بالغزل؟ قلت لها من اشوف وجه قلبه يرتاح. شوف ايش قلت لها؟ قلت لها من اشوف وجه قلبه يرتاح. اي قالت لو تغيب قلبي يرجف. اي والله. قلت لها من اشوف وجه قلبي يرتاح. قلبه يرتاح. قالت لو تغيب قليبي رجف. قلت لها اذا اتمرض بيوم بس تباوعي للوجع يخف. الله الله. قلت لها من اشوف وجه قلبه يرتاح. قالت لو تغيب قليبي يرجف.
قلت لها من اشوفك؟ قلت لها اذا اتمرض بيوم بس تباوعي للمرض يخف. قالت فدوه روح لهالوجهاد وسبع فدوات اروح لطولك الزين. قالت فدوه روح لهالوجهاد وسبع فدوات اروح لطولك الزين وقالت كون يخلص عمره وياك. قلت لها موطن قال الضوء العين. الله الله وقالت كون يخلص كون يخلص عمره وياك. نعم. قلت لها موطن قال الضوء العين. قلت لها ترى انت النفس والروح. أيوة والله. وبدونك كل شيء ما ترهم السنين. اي والله يا ابو وطن. قلت لها ترى انت النفس والروح وبدونك عمر ابد ما يسوى تدرين. قالت كل شيء ادري وفاهمه عليك وبدونك لا ابد ما تحلى السنين. الله. قالت كل شيء ادري وفاهمه عليك وبدونك لا ابد ما تحلى السنين. يا بعد العافيه يا هلال هالعيد. يا بعد العافيه يا هلال هالعيد يا ابو قلب كبير وضحكه حلوه. يا بعد العافيه يا هلال هالعيد. يا ابو قلب كبير وضحكه حلوه. يوم الما تشوفك تعمل عيون. يوم الما تشوفك تعمل عيون اروح لهالوجه مليون فدوه. يوم الما تشوفك تعمل عيون اروح لهالوجه مليون فدوه. وسلامتكم. يحفظك ويعزك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا ابو وطن. الله يعزك. يبارك فيك. يجزاك الخير. ويا رب الله يجعل ان شاء الله هذه الالفه والمحبه. اللهم امين. امين للجميع يا رب. هذه انت حكيتها للمواطن. نعم. انا حكيت لها المدعاء. ايه. قلت لها. ايش قلت لها؟ قلت لها طبعا هي تكريتية المرأة. أيه. لازم بالتكريتي. فلازم بالتكريتي حتى تفهمها. أيه. يعني احنا عندنا نسواننا يحكون بالتكريتي طق بطق ما يعرفون البغدادي. صح. يعني اذكر لك قصة بالنزوح. أيه. انا عن والدتي الله يعطيها الصحة والعافية وتحياتي لها اكيد امي العزيزة. حياتنا لها امنا العزيزة. بالنزوح والدتي كنا في كركوك بحكم انه دوامات جامعة تكريت كانت في كركوك، فجيراننا من اهلنا الكراد الله يعطيهم الصحة والعافية ونعمة جار كان والله. فاول ما سكننا ما كان اكو ماطور مال مي ببيتي. فالوالدة قالت خلي اروح على جيراننا. خوش حكي. تمام؟ تمام. حتى تقول لها يا مرة انه بس تشغلين الماطور والصندع ما نترسل للخزان. ايش قالت لها؟ بالتكريتي. والله والله يشد علي، ولا بعد غيحي ما تفتحي لي الماطور اريد اشغله عمود يصعد بماي للبيت. المرة كردية. هي قوة بالعربي قوة تفتهم. ايه. ومو عيب يعني. لا بالعكس. مو بالله؟ نعم. والنبى امي تحكي وياها طق بطق بالتكريتي، عاد مرتي ما تفتهم بالبغدادي. خوش. فقلت لها. التكريتي. اشتغدين قولي تدللي تأمر أمر لحبيبة. خوش. الغيح ترخص لك لأنك طيبة. الله الله. من نشوفك غيحي تغجف يا الشبه تكغيت بيك الوصف بيك مهيبة. أنا لهذا السبب أهواكي. ايه. واتعذب بملقاكي. ايه. الغيح تطلع لو دقيقة انساكي. الله الله. يضيعك عقلي وأدوغ يا الأصيلة بقلبي تال القاكي. الله. يفداكي حالي ومالي. ايه. بحضني انت واحضنك واشتاق مدغ جالي. الله. عندي وصيه. ايه. بقلبي ظلت خاف اموت. ايه. وهذه دنيا. ايه. فدوه رحت الام جهالي. الله الله. الله يحفظكم ان شاء الله. أحسن. ويسلمكم. اي والله تحياتنا لها الام دعاء ان شاء الله والله يحفظ كل امهات المسلمين يا رب. نبقى بهذه الاجواء الجميله مع شعرائنا اصحاب الملقى الحلو والكلام الجميل كل من حارث الياسر ابو وطن ومروان الشاهري، بس خلينا نروح فاصل ونواصل مره ثانيه. خليكم ويانا. صحراء
وضيوفها أبطالها وفرسانها برواقها مهزها لا أيري ولا خمدة الإيران تحت تلالها النايب حن لها في كل حين النايب حن لها حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام. بداية قبل الفاصل نوهنا حول هذه الانطلاقة الجديدة لبرنامج خيمة وقصيد وصولا إلى رغبات المبدعين من شعرائنا في عموم محافظاتنا العراقية ووصولا لرغباتهم بأن نوصل لكل هذه الطاقات الفنية والثقافية الأدبية الشعرية في كل محافظاتنا العراقية واللي هي بقاعنا ونشرف ونعتز بها وبهل الإكرام. فقررنا أن إحنا نبادر بالزيارة بحكم أنه تعذر وصول بعض الشعراء إلى منطقتنا اللي يعنى فيها التصوير لبرنامج خيمة وقصيد. فنطلع عليكم مرة ثانية من هذه البقاع محافظتنا العزيزة محافظة كركوك. ومثل ما سمعتوا قبل الفاصل أبيات جميلة لكل من الشاعر بوطن حارث الياسر وشاعر مروان الشاهري. وكانت آخر جولة لنا مع شعرائنا قبل الفاصل وتحديدا مع أبو وطن بالغزل. فهو الرجل كتب قرأ الأم غزل وأنا قرأت الأم دعاء. أي مروان الشاهري أيضا متزوج. نعم. تمتهن الغزل ولا ما تكتبه؟ أمتهنه بس هذا غزلي بجرح. بجرح. جرح قديم. هذا من يعني هذا تختلف عنه وعن أبو وطن. أي أختلف. أي يلا ما بيها شيء. خلينا نجملها بالألوان. بعد نشتاق لك كل ما يمرني الليل. الله. بعد نشتاق لك كل ما يمرني الليل طيفك عالجفن مرقوة بتشاني عطرك مرني بريحة درب بستان تعال اطلع ورد بخدود بستاني اناطر بالربيع بلهفة المشتاق بعدك صرت كذبة بشهر نيسان ترجاني يا روجة بنص بحر بعيوني مرسى الصير يا روجة يا روجة بنص بحر بعيوني مرسى الصير تجيك الروح مرسى تقود ذرعاني نعم. ألف يعقوب بي وشوفته قمصان الله. ألف ألف يعقوب بي وشوفته قمصان تخيل يا دمع تتحمل أرداني عيوني من الدمع راحت بعد ما أشوف وحتى الفاقد ابنه قام ينعاني شرجع والعمر رافع شعار الخوف شرجع والعمر رافع شعار الخوف أريد أصرخ هلا بدقات بيباني طفح جفني كثر ما هل علي دموع حتى تبحر عليها عيون جيراني ما سولف غزل لكن همدني الشوق ما سولف غزل لكن همدني الشوق يلنهدك ورد قداح لاقاني خلصت الدمع ما ظل دمع بالعين دولاب الحزن لي وين وداني تيهت المحبة قطرة وسط بحور أسير الروح بعدك صار عنواني اي والله أسير الروح بعدك صار عنواني الله الله عليك تعيش وتسلم صح الله لسانك اخونا حبيبنا بدنك. ضيفنا العزيز مروان الشاهري ابو وطن نعود وياك مره ثانيه الغالي الشاعر نبات الموقف ياثر بي نعم فيجبر كتابة هذا الموقف اللي صح. شافته العين او سمعته الاذن نعم فبحياته وفي يوميات حارث الياسر لابد انه كانت هنالك قصه او حدث صار امامك او قصه سمعتها نعم كان على اثرها كتابه قصيده والله انا اغلب قصائدي اكتبها على قصص تمر بيها يعني او اصدقاء المقربين أها. مواقف نعم قصائدي كلها واقعيه اغلبها ما نقول كلها يعني حاصله وياك نعم اغلبها تحصل معاي او مع ناس مقربين الي نعم لكن اقرا قصيده لانه ذنيش اغلبهم قاريهن بالتلفزيون نعم. فنقرا شيء ما مقروء مثل ما يقول اي قديمة لكن ما مقروءة ما مقروءة شنو قصتها؟ قصتها أحد الأصدقاء المقربين من عندي كان يحب بنية كان يحب بنية نعم بنت شيخ نعم هو رجال مسكين أمر من حالي أي فقير فقير حال و... بيك والله بوطن. يسلمك ويعزك أي رجال ما يمتلك من المال شيء وتعرف اليوم إحنا بزمن
الماده المال الكل بالكل، هذا ما يخفى هذا صح؟ نعم. هذا واقع حال. اي والله. فكان يريد البنيه، حاول انه ياخذها لكن ما تسهل. نعم. فكان يوم من الايام بالمنام حلم انه هو متزوجها والفرحه وشلون امه جابت العروس والبدله وما ادري ايش، فحكى فتقصه وكانما العرس صار حقيقي. الله. لكن هو مو واقعي، هو بمنام. نعم بالمنام قعد لقى نفسه حلم. الله. بس حلم لا اكثر ولا اقل. نعم. ماكو اي شيء من هذا اللي صار بالحلم. اي خياله راح سراب وانتهى. نعم. فش يقول على لسانه؟ اي يقول انا منيت ازف وربعي لي يغنون هاي الراد هو هاي التمنى. الله. عيد عيد عيد. انا منيت ازف واهلي لي يغنون هاي الراد هو هاي التمنى صدق تكمل فرحت بيوم اللي يقولون بنت الشيخ لف قيرنا جبناها. الله. اي والله لف قيرنا. الله. أي. الله. أنا منيت أزف وربعي لي يغنون هاي الرادها وهاي التمناها صدق تكمل فرحت بيوم اللي يهوسون بنت الشيخ لف قيرنا جبناها. وأم تقولهم الأهل العروس بصوت شمعت بيتكم إحنا لأخذناها. أمي تقولهم الأهل العروس بصوت شمعت بيتكم إحنا لأخذناها بنت الشيخ صارت شنتي ياها الناس ببنو مرت كلش أنا أتباها. بنت الشيخ صارت شنتي يا هالناس بابني ومرته كلش انا اتباها وابوي معقل واقف بباب البيت وخطاطير اللي اجتنا صاح حياها وخوال الهوسه والحيل فرحانين وعمام الدب شمالتهم وشمحلاها. ابوي معقل واقف بباب البيت خطاطير اللي اجتنا صاح حياها وخوال الهوسه والحيل فرحانين وعمام الدب شمالتهم وشمحلاها الطبل دق وابويا لازم الراوس. الطبل دق وابويا لازم الراوس وسبحت بفرحة كلش حيل فراها وربع الكشخوني ولبسون القاط وبنم علي الريحة رشاها وزفينا وفرحنا وجبنا بنت الشيخ صارت ملك باسم القاضي سماها. صارت ملك باسم القاضي سماها. حلم لم يتحقق. أي والله. وسلامتكم يا الله يحفظكم. سميلة. الله يبارك فيك. ويعني استأثرنا هذه القصة مخيلتنا. اي نعم. اي والله بنت الشيخ لف قيرنا جبناها لكن ما صارت. الله لما الله نقعد لك لقى كل شيء ماكو سراب. والنعم منا يعزك يعزك ويحفظك. المخيلة الجميلة وهذه الله يبارك الكتابات الرائعة. الله يعزك. بوطن بدي اسألك. نعم. شو تقول عن كورونا؟ والله ان شاء الله محنة وتحدي. يا رب. بإذن الله سبحانه وتعالى. اي والله. والدعاء والدعاء دعاء الصالحين ان شاء الله سبحانه وتعالى. شلون عند اهلنا بكركوك هذا الموضوع؟ والله حقيقه اكو تفشي اكو ناس ملتزمه الواعيه. نعم. الناس المثقفه اللي تعرف خطر الموضوع. نعم. وخطر هذا الوباء ملتزمه لكن بكل المجتمع تلقى الناس الجهال. نعم. فهذول مأثرين على الناس. طيب يعني يمكن بسببهم انا او انت نصاب. ابو وطن هو. نعم. شاعر لسان حال قومه. نعم. فيعني انت ما جربت من خلال مواقع التواصل من خلال الاصدقاء وخاصه احنا هسه تطور التكنولوجي واصل يعني انه الكلمه توصل بسرعه فمن خلالكم من خلال ابياتكم توجيهاتكم نصائحكم يعني احنا بالمجتمع يعني طبقات فكريه مختلفه. نعم. اكو اللي واصل فكريا اكو اللي ما مكمل دراسه فيحتاج وسائل اقناع فلا بد انه تكون لشعرائنا بالذات بما انه الكلام تبعهم يوصل للمتلقي ان تكون لكم دور فعال في النصح بالارشاد حتى ان شاء الله كلتنا نكون ايد واحده ونعبر سوية إلى بر الأمان. حقيقة أنا كان عندي تعاون مع ديرتي. أي. المركز الصحي لناحية سليمان بيك. نعم. فيديوهات تثقيفية. أيضا قصائد لهم. نعم. الكركوك أيضا نزلت فيديوهات إلي يعني خلينا نقول توعوية. نعم. وإرشادات بها ونفس الوقت كانت قصائد خلينا نقول إشادة. إشادة. دور الأبطال اللي واقفين بالصد الأول. أي والله تحياتنا لهم الجيش الأبيض. الدكاترة والأحبة. أي والله الجيش الأبيض. ألف تحية. ألف تحية لهم. يعني موقفهم. أي وهذا والله. مشرف. والنعم والله. فكانت كانت لنا مثل ما يقولون رسالة ووقفة. نعم. لكن للأسف ما تحضرني القصائد حتى أقرأ لك. بارك الله بك. لكن الحمد لله سجلنا موقف. هذا هو أهم. نعم. شيء الموقف. نعم. إحنا نريد أهم. نعم. شيء الموقف. وهذا واجب. حتى كلتنا نتكاتب. نعم. ونبقى سوية إن شاء الله بهذا التأهب حتى نعبر لأن والله جريمة يعني أهلنا. اللي اكو فئه من الناس ما مصدقه بهذا الموضوع
نعم، مو قلت لك في كل مجتمعك وجهال. بدأ يتفشى هذا الوباء، ما احنا نشوف انه بالعالم ولله الحمد بدأ تقل الاصابات، بدأ تزيد نسبة الشفاء. بالتالي يبقى العراق ببؤرة، هاي شوية يعني ان شاء الله بالايام القادمة نستبشر خير ان شاء الله يا رب، يا رب مشاعر الخير ان شاء الله، ان شاء الله من عند رب العالمين. اللهم بارك الله بيك يا ابو وطن، عزك الله يا طيب، الله يسلمك. مروان الشاهري، نعم سمعنا نعم. من ابو وطن قصة قصيدة وكانت نعم. جميلة جدا ومؤثرة للمتلقي، حول انه هذا الفقير كيف كان يتمنى ويطمح انه بنت الشيخ تكون له، بالتالي حلم بمنام انه كانت زوجته، ولكن عندما صحة طلعت ماكو شيء على ارض الواقع، مثل ما قال ابو وطن مجرد سراب. نعم. فمن خلال يومياتك بعد 2017 عندما بديت او كرست هذه الموهبة بكتابة الشعر، ما مر بيك نعم. موقف قصة؟ استاذ محمود، انا شاعر حدث، نعم يعني ما اكتب قصيده او بيت عتابه او نايل يعني اي، الا امر بحدث. الا تمر بحدث؟ اي نعم. انا او احد يعني اصدقائي المقربين الي، نعم. فالقصه شخص حبل بنت اي، مع مر الوقت اهلها ما انطوا بسبب عندنا احنا العشائر يسمونها النهوه، النهوة العشائرية معلومة. أو يعني نقول حير عليها. نعم إيه، لابن عمها ويج. تمام إيه نعم. بعد فترة شافها هذا الولد، تزوجت ابن عمها. نعم. فشافها بس هي ما دارت له بال. أها. ولا كأنما يا قوم تعرفون. الله. إيه. نعم. فكرس هاي القصة بأبيات عتابة. إيه. فأقول بيهن. عجيب اللي نودهم جاه لينا، عجيب اللي نودهم جاه لينا، اي والله وعقبهم ما تيسر جاه لينا، اي والله عبالي يصير منكم جاه لنا، عود نقول يا مغلى الظنة، اي والله عود نقول يا مغلى الظنة، عبالي يصير منكم جاه لنا، عود نقول يا مغلى الظنة. الله الله. وعجيب اللي نودهم حاربينا، أيه. عجيب اللي نودهم حاربينا، على زلة وقهرهم حاربينا، لهيب الشوق بعدك حاربينا، دعت جواشي بجمر القضة. الله الله. وفلا يرحم زمان الشوم لي دار، فلا يرحم زمان الشوم لي دار، يشربك من سموم الرقط لي دار، أدور بيه محار العرب لي دار، سكن بيها عزيز من الاحباب، اي والله الله الله، ادور بمحار العرب لي دار، سكن بيها عزيز من الاحباب. مبدع صح، الله لسانك. وفلا يرحم زمان الشوم لي جار، لا والله ما يرحم اي والله، فلا يرحم زمان الشوم لي جار، نعم ايش كثر عبرات على الخلاء اللي جار، اي والله، ولي فجها الهتشا اللي جار، جفاني وصاب دلالي غثه، اي والله يا ابش قهر، ويهيمني عشير الروح حامل، يهيمني عشير الروح حامل، دمع عيني عليهم دوم هامل، يسألني يناها القلب هامل، هذيك ايامنا ولعب الصبه يا باطل قهر، اي والله مل هامل، هذيك ايامنا ولعب الصبه، اي والله والله، وتعيش وتسلم ما شاء الله عليك، خاصه بالعتابه يعني سلم. فارس بكتابه العتابه ما شاء الله، شهاده اعتز بها والله، ونعم من مروان، اتمنى لك الموفقيه ان شاء الله، ونشوفك في ابعد المستويات بهذا المجال سلم. الشعري بارك سلم. الله بك بوطن الغالي، ترى والله احلى شيء عندنا احنا بالغربيه أيوه. الوان اجدودنا وعمامنا الزهريات العتابه، نعم اي والله، فشلونك بالزهيري؟ والله الزهيري ماله همنا، انت فارس بالزهيري، يسلمك ويا والله الله يحفظك، شو تقول لنا بالزهيريات؟ بالزهيري اقول اتشنت هدل هراف العصر ان جاني، اها احنا ديارنا انهجمت للاسف، اي والله مرات من ضيم القلب نسولف، والله يا ابو حق، اتشنت هدل هراف العصر ان جاني، من عنده غير الكدر والضيم ما جاني، اي مو زين باقي عقل والهسه ما جني، مو زين باقي عقل والهسه ما جن، قبال الهجم ديرتي ويقول يؤسفنا، بعد يشقل ترى من القهر سفنا، الغرق سفنا يجي يوم تغرق سفنا، والله لاشرب يا خي من دمه هالجاني، الغرق سفنا يجي يوم تغرق سفنا، والله لاشرب يا خي من دمه هالجاني، ولا مو شديس الحزن فيها القلب بيدار، لا مو شديس الحزن فيها القلب بيدار، لن وقت قوى النذل، اي والشهم بيدار،
سألوني وش بالقلب، جاوبتهم بدار يبكي على فراقها وبكل مساء وصبحي. سألوني وش بالقلب، جاوبتهم بدار يبكي على فراقها وبكل مساء وصبحي، وصبحي عانى على حزنه وغثى صبحي. هم يوم انام المساء ولم يجي صبحي اصحى وفتح الجفن وقبال اشوف الدار. يا ولو اصحى وفتح الجفن وقبال اشوف الدار، ويا دار هن نشتك وين خلاني. يا دار هن نشتك وين خلاني، ومن هاللي هدك بلايا ديار خلاني. يا دار هن نشتك وين خلاني، ومن هاللي هدك بلايا ديار خلاني. خلوني تا افتهم عالدار، خلوني تا افتهم عالدار، خلوني يرحم ابوكم تران بنار كبرشا. ومن ضيم عالدار شعر الراس والله شاب، مو شايباني بداية عمر توني شاب، بس جورة بس جورة الايام شيب هيج خلاني. مو شايباني بداية عمر توني شاب، بس جورة الايام شيب هيج خلاني. بس جور الايام شيب هيك خلاني. وسلام الله 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 ينطيك الصحه والعافيه ويحفظك. وش نقول بعد يعني، انت كفيت ووفيت وضيم كثير والله يا ابو وطن. ما نقول الا ان شاء الله تردون لدياركم سالمين غانمين، وان كانت ماكو ديار فان شاء الله بعزكم وخيركم. وانتم اجاويد وولد خير، ما عليك زود، والله ينتقم من اللي كان السبب، والله يلعن داعش واللي والى داعش اللي سبب بخراب يعني مجتمع باكمله باكثر من محافظه. ولكن نقول دام انتم سالمين الحمد لله، المال فدا، المال فدا، بالبركة بكم. اي والله اهم شيء انتم سالمين يابا، الحمد لله تعيش وبارك الله بكم يا رب. يا رب يوم نفرح ونزور سليمان بيه حياكم الله، هناك بين شرفون وتنورون وكل الهلا بكل وقت. بارك الله بيك، عزك الله يا مرحبا، تعيش وتسلم. نعود لمروان. مروان ما شاء الله مبدع، وسمعنا هذه الابيات الجميله والقصه من العتابه. هسه احنا تكلمنا عن كورونا، وتدري انه وضع حظر والعائله موجوده خلف الكواليس، خلف الشاشه عفوا، تستمع له وتستمتع على التلفاز بيشوف شيء يفرحها وشيء اللي يغيرها من هذا المزاج اللي حصل على كل امه محمد والمسلمين عامه. فايش راح تسمع المشاهدين؟ هذه للمشاهدين نريدها، للمشاهدين. اي كورونا حقيقه. اها يمكن احنا اني انت معلومه ما تعرفها عني، اقرب الناس المرض كورونا، أقرب الدفاع المدني. الله بالدفاع المدني، منتسب الدفاع المدني. الله يحميك ان شاء الله. فعندنا فريق السي بي ار ان، اي مختص تعفير. تمام. أي تعفير وتطهير. نعم. فنصيحتي للناس انه خليك بالبيت والتزم، من تطلع التزم، كمامه كفوف اضعف الايمان، كأنما أنت الناس كلها مصابة. نعم. بس أنت ما مصاب. فهاي النظرية. أي. أنه نقلل من الإصابات. نعم. اللي جاي تزايد. أي. تتفشى. نعم. يوم عن يوم. أي. طيب أنت قلت أنه ما شاء الله تداوم بالدفاع المدني. نعم. ونعتبرك أنه بالخط الصدري هذا المجال لمواجهة سنة. هذا الفيروس والجندي سنة. المجهول اللي فتك بالعالم وهو غير مرئي. طيب في شق ثاني. نعم. من كتاباتك للشعر سمعنا منك النبطي، سمعنا منك الشعبية، وسمعنا منك العتابة. ايش راح تسمعنا في هذه اللحظات؟ كيف؟ تريد تسمع زهيري، تريد عتاب، تريد نايل. والله انت مبدع، واثنين هن احنا نريدهن. اللي يعجبك. تريد النايل، تريد الزهيري. واثنين هن لون اهلنا. تمام. اي والله. لون اهلنا الغربية دائما يكونون محبين للنايل. نعم. النايل له لذة خاصة. اي والله. طعم خاص. لون العجايز. اي لون العجايز. اي والله. ويحفظنه. حيل لسه انا رفيج للعجايز. اي نعم، حتى شي يا ابني يصيحون بي بالمجالس بالكلام لان بي عبر. اي فيصيح لي يقول لي تعال صيح نايل. اي وانا اروح عاد. طيب كيف اكيف. اي اي فاقول لو لا يفيد الصبر لقعد لك مناح بدار. أيه. والقلب صاب وغثى يوم انضى عنهم سار. أيه. والقلب صاب وغثى يوم انضى عنهم سار. كرك الفجر هالنقط والبوم يبكيني. الله. وانا سهير الثرى ما غمضت عيني. الله.
ونقط كرك الفجر بالليل ودويله. نقط كرك الفجر بالليل ودويله، والقلب صاب ومرض مدري ايش اسوي له. والزاد الزاد ماله طعم بفراق حمريني. نعم. ونيران فرق الولف تسعر وتاذيني. وقرون قرون سعدا هضن واسمك بعاليهن. نعم. ويا ما ورودك زهت لمن كنت بيهن. الله. ويا ما ورودك زهت لمن كنت بيهن. وانتو تنامون الليل وانا الليل ما نامه، والا يغيب القمر وسهيل قدامه. الله. سهيل ما ظل بوجل. سهيل ما ظل بوجل بالليل يربيني، وانا سهير الفجر ما غمضت عيني. الله. ويا دار والفجه العافوج خلانك، ويا ما قعدنا سوه بفياي حيطانك. انطر طروش اللفو هالغرب تغادي، تودي سلامه وتجي الجمار تفادي. وليلة ليلة رعيد ومطر ما فكرت بينا، وخليتنا بلوج العايل يغالينا. وخليتنا بلوج العايل يغالينا، وجابت رعيد ومطر وبحاله برشتنا. اي والله. جابت رعيد ومطر وبحاله برشتنا. ولازم نعنا الجدم لديار خلتنا. لازم. وقال لنا عنا الجدم لديار خلتنا. الله الله. لديار خلتنا. وسلامتكم. الله عليك تعيش وتسلم. بارك الله فيك. حقيقة مبدع وجميل جدا اخونا مروان الشاهري. حارث. الغالي. احنا اللي نعرفه بيات كرام. يسلمك الله. صح ولا لا؟ ما عليك زود. مو صحيح؟ هذا احنا اللي نعرفه. والنعم منك ما عليك زود. ويقول لك ما يرد الكريم. ايه. اتعرف تاليها. اي نعم. انا عندما زرت محافظتنا العزيزة محافظة كركوك. أيه. والتقيت باخوتنا من الشعراء خلف الكواليس، عبروا لي كم معلومة عنك. ايه. قالوا شاعر مبدع. سلام. وقلت لهم انا اشهد. شهادة اعتز بها. وقالوا الله سلط بي موهبة حلوة. صوته حلو. والله هي مو غلط. مو غلط؟ ها موهبة؟ القال لك صادق. القال صادق. نعم. عاد انا جيت انا حتى افتن عليك للمشاهدين، عاد انا جيت قلت لك يا ابو وطن. أيه. احنا انت كريم واحنا نستاهل. حياكم الله. قلت لي انا صوتي وحنجرتي تعبان. وانا ادري والله تعبانة. نعم ادري. اشهد الله تعبانة. تصدون بي قلت لهم ما اجاوب. قالوا ليش؟ قلت ما اقدر اسولف. وقلت ما قلت لك ما اريد اجبرك ولا اريد اهم شيء عندي صحتك. الله. بس والله ما اريد اتمنى اوصل لي مسك الختام هذه الحلقه ومعبرين هذه الفقره لو سطر واحد. لا انا بالنسبه لي قلت لك يعني ان شاء الله بالحلقات الجايه. بالحلقات الجايه انا اريد من عندك كلمه. اي نعم. حلقه كامله ان شاء الله خير وتدلل على باذن الله. طبعا انت شخص ما شاء الله قمه الروعه. واخونا ايضا مثل شرواك مروان الشاهري. والحلقه جدا جميله برفقتكم، ولكن للاسف الوقت قام يداهمنا. وان شاء الله يا رب ويا عسى انه يبقى ديارنا في محافظه كركوك وكل عراقنا ان شاء الله بعيدا عن الوباء والبلاء. امين. ونزوركم مره ثانيه ومره ثالثه. ويا رب يجي اليوم ونشوفك بسليمان بيك هناك وتعذب بينا. عود يا ابو وطن. شرفونا. اي والله وتعذب بينا. ويجي يوم اقول لك هذا الفيديو اللي كنا نتمناه. الف هلا. ان شاء الله بعزكم وخيركم. اي والله. حياكم الله بكل. بارك الله بيك. فايش راح تسمعونا قبل الختام؟ بلي يعجبك. والله ونعم انت مبدع واحنا نستاهل. من اختيارك؟ أنا أقرأ لك زهيري. إي والله. جيل زهيري. يلا. ولو أنا قاري بس دائما يطلبونه من عندي. إي خلاص بعد هو أهم شيء إنه اللي يطلبوه. أهم شيء المطلوب. اللي صار بيها. نعم. نعم فقلت ضيم اللي شفته ترى ما سولفت ربعه. ما سولفت ربعه. نعم. الله. ضيم اللي شفته ترى ما سولفت ربعه وديارة هن قبل بس تزهو مربعة. إي والله ونعم والله نشهد. ما عليك زود. والله نشهد السلام. ضيم اللي شفته ترى ما سولفت ربعه وديارة هن قبل بس تزهو مربع. يا محلى ذاك العصر والقعدة والربعة. ويا وصفة خربت يا خي الحلوة لمتنا. وديارة هن بعد ما عاد لمتنا. ما عاد لمتنا لا. بالغربة منها الذي يتفنى لو متنا. هنا من يتفنى؟ بالغربة منها الذي يتفنى لو متنا، ومنها اللي يقهد يا خي منها الذي ينهضم. ينهاني وقت إذا أحكي ويرد ينهضم. ينهضم والله.
ضمت جرعته ترى لا والله ما ينهضم لا والله مجبور لاني يا اخي ما عندي عزوه واهل اهلال الفرح قال لي حالف ابد ما اهل من يوم ان تغربت بالدمع ابكي واهل واقهد ونوح وادق والطم على صدري بديوان بالي ايا حسراتي اي صدري صدري بقرار الحزن يا دنيتي صدري وجور علي بالكدر يا دنيتي جوري وماتوا يوسفوا وافت شانه وعطر جوري مشتاق انا ايش كثر الربعي والجاري خوان كانوا الي واحدهم اوف وش اخ ما ينقصرون خوان كانوا الي واحدهم اوف وش اخ وبغيابهم صرت انا دل بغياب الشيخ ما ترهم كل شيء ما تفيد والله بغيابهم صرت انا دل بغياب الشيخ يا عاذلي يا افا يا ول انت علي الشيخ باطل يا عاذلي يا افا يا ول انت علي الشيخ بس هذا جور الوقت علما له صحبان والله هذا جور الوقت بس هذا جور الوقت علما له صحبان بالغربه بان الغلط اي والله والصح بان عزوت بنادم منه انشد شنط صاحبي انا عزوت بنادم يا خي هم هل وربعه والله عزوت بنادم يا خي هم هل وربعه عزوت ابن ادم يا اخي هم هلا وربعه وسلامتكم الله الله يحسنك الله يحفظك والنعم منك سلمك الله بارك الله فيك يا ابو وطن وما شاء الله عليك ابو وطن انت كنت ضيفنا في اول حلقه في هذه الجوله اللي نوهنا عليها والانطلاقيه اللي كانت بدايه من هذه البقاع ومن هذا المكان وتحياتنا لراعي هذا المضيف العامر الاستاذ الشيخ زياد الجبوري والنعم منه ابو جاسم بارك الله به فراح يكون لنا لقاء وياك ان شاء الله بهذه الجوله بمسك الختام ان شاء الله بعد ما نكمل شعرائنا اللي موجودين اللي هي الشرف والنعم منك بارك الله بك تعيش وتسلم يا ابو وطن سلمك الله الشاهري ضيفنا المبدع ما عليك زود احنا نتمنى لك باسمي وباسم كادر خيمه وقصيد مزيد من التالق والنجاح وان شاء الله نشوفك مره ثانيه على شاشات التلفاز ومره ثالثه ونشوفك بابعد المستويات الشعريه ان شاء الله انت مبدع وتستاهل كفو فايش راح تسمعنا قبل الختام سمعك زهيري ما قرانا زهيري اي والله زهيري ما نسمع زهيري اي نعم ديره غربيه ونحب الزهيري ونعتز بكل عراقنا الحبيب ما لا تهنى ما لا تهنى اي نعم ما لا تهنى تراث حق الله فأقول بشوف الجفوني يا دنيا رجوك وادعيني اي والله وادعيني بشوف الجفوني يا دنيا رجوك وادعيني وبامال طيفك يا بنت الريف وادعيني نعم وادعيني شوفك قبل لا اموت وادعيني اي نعم وردان اقول لك نصير اعزاز لو متنا الله وردان اقول لك نصير اعزاز لو متنا شوف الشمات افرحت يهواي لامتنا الله بس انت عيد النظر بوداد لمتنا وادعيك لي بعجل يا هين وادعيني الله 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 عليك وادعيك لي بعجل يا هين وادعيني والفرح عقب المشى وما له طعم ساري الله طعم ساري الفرح عقب المشى وما له طعم ساري القلب ناش ومرض هد بالحشا ساري الله الله هم القلب مختفي وما ينكشف سري الله تمر ليال الهجر همو نحل جسمي وسيوف فقد الولف تاكل اسف جسمي جسمي يا دنيا الحزن بفراقهم جسمي واخذ نصيب الهجر تاواسدك ساري واخذ نصيب الهجر تاواسدك ساري وبيت رد قبل فترة على الكبير الاستاذ سيف الجسام اي نعم تحياتنا لك تحياتنا لابو عراق تحياتنا لابو عراق مبدع اي والله اخونا فبنهايه قفل تلبيه الزهيري يقول يسوى اربع احياء من كركوك شارعها بيت له سولف على الحويجه الحويجه على ديرته اي فانا رديت له اي كركوك مدينتنا الثانيه اي نعم احنا اهل الحويجه اي نعم كركوك مدينتنا الثانيه واهل ان شاء الله عراق نعم. واحد نعم ومحافظه واحده ما محافظه واحده ان شاء الله كركوك بيها فخر وبيها بخت يابا اي نعم فاقول يا اهل الموده على الطيبين دربونه يا اهل الموده على الطيبين دربونه ولو رادوا فراق هم على الهجر دربونه صبحت حال الوقع بالبحر دربينه الراد عدله واكيد الله شارعها ولو ردت فتوه عرب يفتي لي شارعها ولو ردت فتوه عرب يفتي لي شارعها ان كان اربع احياء يسوى تقول شارعها كركوك كلها ولا عادلتها الدربونه كركوك كلها ولا عادلتها الدربونه تعرف الديره ام
طبعا نعم. هذه من باب يعني الولاء لمسقط الرأس الديرة أم ما نقدر الحنين نعم. لأرض مسقط الرأس مثل ما قلنا ومن حق كلام مشروع بس تبقى كركوك غالية كركوك أمنا أي والله أي والله كان إلها موقف حقيقة مع أبناء محافظة صلاح الدين إحنا مثل ما نقول نشكر وما ننكر والله فتحوا لنا أبوابهم وكانت وقفة للتاريخ وأثبتوا إنه عراقنا واحد ماكو فرق كردي تركماني عربي سني شيعي هذه مسميات أرادوا بها المنافقين أن يضللوا بها أبناء شعبنا فتحياتنا لأهل كركوك عامة تحياتنا لأهل الحويجة وتحياتنا لأهلنا البيات وكل سلمان بيك الله يحفظكم ضيوفي الأعزاء أنا جدا متشكر لتواجدكم معي نشكرك وبارك الله بكم أنا واجبي أن أكون مع هذه الحلة الجميلة من ضيوفنا المبدعين أبو وطن ومروان الشاهري وكل الشكر لكم مرة ثانية بهذه اللحظات مشاهدينا الكرام لا يسعني إلا أن أقدم شكري وامتناني لشيخنا وحبيبنا الأستاذ زياد شيخ زياد اللي هيئ لنا هذا المضيف العامر واللي تهيئت بحلقة خيمة وقصيد ضمن جولتنا في محافظتنا العزيزة الأخوة خلف الكواليس من شعرائنا المبدعين اللي راح تكون لنا إن شاء الله حلقة ثانية وثالثة وصولا إلى الحلقة الرابعة لأخذ أكبر عدد ممكن من شعرائنا المبدعين والشكر موصول لشعرائنا اللي جملوا حلقة هذه الأمسية كل من الشاعر حارث الياسر البياتي أبو وطن والشاعر مروان الشاهري تقبلوا تحيات كادر العمل وأنا محدثكم محمود الدهيمة نلقاكم الأسبوع المقبل من هذا المكان إن كان في العمر بقية دمتم بحفظ الله والله خير الحافظين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته